في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. أخونا ده جينيس، عبقري فلتت زمانه، إنسان ما حصلش، مفيش منه اتنين، مواهبه بلا حدود، وبيعرف كل حاجة وبيفهم في كل حاجة، وكل ما تكلمه في أي موضوع مفيش على لسانه غير كلمة واحدة بس. لا 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 لا, لا يا عمورة، أنت مش فاهم الموضوع، مش كده خالص. أنا معلوماتي إن في أبعاد تانية أعمق من كده بكتير، أعمق من اللي أنت بتقوله ده كله. يا عم اسمع بس، أنت مش فاهم، واخد بالك؟ أنت فاهمني؟ ها فاهمني يا عمورة؟ وتحاول سيادتك إنك تفهم هو عاوز يقول إيه، مفيش، يقصد إيه، معيش، استفدت من كلامه وتحليله العبقري ايه، برضو مفيش. المهم ان اخونا الجينيس بيوهم الناس طول الوقت انه عقلية معملية فذة، عنده الحل العلمي والعملي والموضوعي الواقعي الاكيد لكل مشكلة. هو باختصار الواد الخلاصة لاصة المية مية، ولا فرق الجماعية. اصلك مش فاهم العناصر اللي بتحدد ابعاد الموضوع يا عمورة. الموضوع كبير ولو جذور تاريخية فيزيائية اكتشفها اينشتاين من زمان. انت عارف اينشتاين؟ ها اكيد قريت كتابه عن انشطار الذره في المجره، فهمتني بقى؟ ها فهمنا نقصد ايه. واكيد سعادتك هتتكسف تقول لاخينا العبقري انك جاهل ومش فاهم نظريه انشطار الذره في المجره، وانك في الحقيقه من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. والساده العباقره اللي من النوع ده في الحقيقه بيكونوا مضرين جدا لو اشتركوا في اي عمل جماعي، او كانوا طرف في مهام كبيره، او مشروعات لازم تنتهي في مواعيد محدده. خطورتهم بقى ان هم هيضيعوا وقت الناس في استعراض معلوماتهم الوهميه، ويتوهونا في حلقات مفرغه من الرغي والتفاخر والانتفاخ الطاووسي اللي مالوش 30 لازمه. واذا قلت له يا عم العبقري يا خبير الذرات، انا مش مهتم باينشتاين ومش شايف ان علمك الغزير ده ليه علاقه بالموضوع، هيرد عليك ويقول لك يا عم انت اصلك مش فاهم. المشكلة كبيرة، المشكلة انك مش قادر تفهم. ما هو لو انت بتفهم كنت هتقدر تفهمني. انا العالم العلامة والعبقري الفهامة دكتور الدكاترة عبد عزيز عبد الحق عبد سميع الدراملي. وطبعا فرق كبير بين عالم وعبقري حقيقي وبجد، وبين اشباه العباقرة اللي زي الدكتور عبد عزيز. وعمر العالم ما بيقول على نفسه انه اكتر واحد بيفهم، وعمره بيتهم الناس اللي مش فاهمين كلامه بالجهل. العبقري الجينيس بجد هو الإنسان الذكي اللي بيخاطب الناس على قد عقولهم. إحنا مش بنقول دايما على أي مفكر عظيم إنه بيتحلى بتواضع العلماء. الإنسان العبقري هو الإنسان البسيط المتواضع اللي بيكون قريب من قلوب الناس قبل عقولهم. فاهم يا عبد عزيز؟ مش فاهم يا أخي. مش عاوز أفهم يا سيدي، عايز تفهمني إنك جينيس يعني أكتر مني؟ ماشي يا سعام، أنت جينيس أكتر مني يا أخوي. ارتحت؟ لا مرتحتش يا زيزو. انا عايزك انت والعباقرة اللي زيك ينزلوا بس من ابراجهم العالية ويعملوا حاجات بجد تفيد الناس، بدل الكلام. الكلام يا عبد عزيز العميق الغويط الحويط والجبنة والصميت يا دكتور عبد عزيز. بزمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.